كنت تاني بعد الفاصل، وزي ما انتوا شفتوا معانا من دقايق يعني يمكن المشاهد دي من النمسا مباشره، والحقيقه فريق عمل النادي الاهلي تحديدا بنشوف يعني تغطيه اكثر من رائعه في معسكر النمسا. يعني كل التحيه اكيد لفريق عمل قناه الاهلي، سواء مراسلنا العزيز وزميلنا فاروق صلاح وايضا المصور يعني محمد عويضه. شايفين الحقيقه شغل من ساعه ما وصلوا النمسا وزي ما انتوا شفتوا معانا دلوقتي وتابعتوا الشطات، وعلشان يعني نعرف تفاصيل أكتر عن المعسكر من داخل النمسا بينضم لنا دلوقتي الزميل العزيز مراسلنا طبعا يعني فاروق صلاح. صباح الخير عليك يا فاروق. بصب عليك يا مريم، وبصب عليك يا كريم، وبصب على الاستاذ محسن لملوم، وبصب على كل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. صباح الفل عليك. وكنت لسه بقول لمريم من شويه ان في ناس كتير علقت على الشطات اللي ظهرت خلال ال 24 ساعه اللي فاتوا للجمال اللي موجود في النمسا، ففي ناس قالت لك الله، هو الاهلي عامل معسكر في الجنه ولا ايه؟ يعني خليني اقول لك يا كريم، يعني تاكيدا على كلامك، فعلا يعني المكان اللي احنا متواجدين فيه او النمسا بالتحديد انت في الجنه بصراحه. يعني اللون الاخضر والطبيعه في كل مكان، في كل مشهد، في كل يعني حدث بنشوف الطبيعه والامور يعني اللي اكيد مفتقدينها في كثير من الاماكن. انت عارف ده طبعا ده الطابع المميز طبعا للمناطق اللي هي طبعا يعني بتبقى موجوده في الريف الاوروبي. تم اختيار هذا المكان عايز اقول لك بعنايه، يعني اختيار موفق جدا من قبل النادي الاهلي والمسؤولين في النادي الاهلي لهذا المكان. مكان بيحتوي على كل الاماكن انت تقدر تحتاجها في فتره الاعداد. يعني المكان ده اصلا يا كريم ويا مريم ده مخصص اصلا يعني للسياحه العلاجيه والاستشفاء طبعا، ودي حاجات من الحاجات المهمه. يعني ايضا هذا المكان مخصص ل يعني المنتخب النمسا اللي كان عسكر هنا اكثر من مره وبعض الفرق الاوروبيه. اجواء هنا يعني نتمنى ان شاء الله مردود هنشوفه على اللاعبين ان شاء الله هذا الموسم، واستكمالا طبعا لمسيره اللاعبين في الموسم الماضي. تستمر المسيره ان شاء الله وتكون بدايتها مع مباراه السوبر باذن الله. طيب فاروق، كلمنا اكتر عن المعسكر المران النهارده، كمان يمكن احنا اتكلمنا امبارح عن حاله المصابين، عايزين نعرف وصلوا لايه، وعن كمان الوديات اللي هتكون موجوده خلال المعسكر. يعني خليني يا مريم نبدا من الامس. الفريق طبعا كان ادى التدريب على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. طبعا الامطار كانت بتهطل في الفتره المسائيه، ولكن اللاعبين ومستر مارسيل كولر اصر اللاعبين على استكمال المران. طبعا اجواء مزوده الحماس لدى اللاعبين، يعني البرد مع الامطار يعني زودت الحماس عند اللاعبين. دي اجواء بتبقى طبعا مميزه طبعا، استاذ محسن لملوم يتكلم في هذا الامر، تبقى مميزه شويه للاعبين، بتزود من الحماس عند اللاعبين، يعني بيبقى في قتال من اللاعبين، وبالتالي اصر اللاعبين لاستكمال التدريبات بالامس. اليوم يعني اليوم هيبدا النهارده ان اللاعبون يتناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 10:30 صباحا، 10:30 بتوقيت النمسا، 11:30 في القاهره. يعني بعد دقائق هيتناول اللاعبون وجبه الافطار، ثم هيكون وجبه الغداء في تمام الساعه 1:30، ثم التدريب الرئيسي للاهلي اليوم هيكون على في تمام الساعه 5:00، وهو تدريب واحد اليوم، ثم وجبه العشاء في تمام الساعه 8:30. يعني ده البرنامج بتاع الفريق النهارده. لكن يعني يا مريم اتكلمت على التفاصيل الخاصه باصابات اللاعبين، خليني اقول لك ان النهارده طبعا هيتغيب عن مران النادي الاهلي اليوم كريم فؤاد واكرم توفيق، الاثنين توجهوا صباح اليوم الى احد المراكز الطبيه اللي بتبعد عن مقر الاقامه، يعني توجهوا بالطائره الى الدكتور فينك اللي كان اجرى جراحه الرباط الصليبي. ودي نقطه مهمه جدا يعني هنستفيد في الكلام فيها. طبعا اكرم توفيق وكريم فؤاد نفذوا البرنامج التاهيلي بصوره اكثر من ممتازه، وخليني اشيد طبعا على ان النادي الاهلي كان حريص ان هو كريم فؤاد واكرم توفيق يسافروا لاحد المراكز الطبيه في الدوحه طبعا، يعني لاداء البرنامج التاهيلي اللي ادوه بصوره اكثر ممتازه. ولكن طبعا الدكتور تامر ابو العينين رئيس الجهاز الطبي حريص ان هم يطمن عليهم، يعني بيديهم بقى خلاص الابروف الاخير والامر الاخير طبعا للنزول والمشاركه في المباريات. نفذوا البرنامج التاهيلي يعني بيتقسم لاكثر من مرحله،
تجاوزوا خلاص كل المراحل، فاضل المرحله الاخيره وهي مرحله بقى ان يبدا كريم ويبدا اكرم ان هم يشاركوا في المباراه. فبالتالي هيتم عرضهم اليوم ان شاء الله على الطبيب النمساوي الفينك اللي هيديهم خلاص يعني التصريح الاخير بالنزول والمشاركه في المباريات. ده الامر الخاص بكريم واكرم، وبالتالي هيتغيبوا عن تدريب اليوم. عمرو السولية بينفذ البرنامج التأهيلي الخاص بيه والموضوع من قبل الجهاز الطبي للنادي الأهلي، ويعتقد بخطوات ممتازة جدا يعني زي ما أكد لنا الدكتور تامر أبو العينين، باستثناء يعني هذا باستثناء السولية وكريم وأكرم كافة اللاعبين بتشارك في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي، ياسر إبراهيم، طاهر محمد، طاهر محمد، عبد المنعم، يعني بعض اللاعبين اللي كانوا اللي غابوا ليه الفتره الاخيره، ايضا خالد عبد الفتاح اللي شارك في التدريب بصوره كامله يعني التدريب بالامس وتدريب اول يوم، خالد عبد الفتاح، امام عاشور، كافه اللاعبين، كريم نيدفيد، كافه اللاعبين مع يعني الحمد لله الحمد لله، نتمنى استكمال المعسكر بدون اي اصابات. النقطه الثالثه اللي اتكلمت عليها مريم اكيد نقطه المباريات الوديه، حتى الان يعني تم الاستقرار على مباراه وحيده هتكون يوم 5/9، دي المباراه اللي يعني هتكون في ختام معسكر النادي الأهلي، وهتكون تجربة قوية جدا أمام أحد الفرق القوية تم الاستقرار عليها. ولكن من الممكن ومن الوارد ممكن يا مريم يكون في مباراة تانية طبعا خلال 24 ساعة القادمة، هيتم تحديد هذه المباراة طبعا بالتنسيق مع النادي الأهلي. ولكن يعني زي ما نقول كده الكلام الأكيد حتى الآن مباراة وحيدة تم الاستقرار عليها يوم 5/9 بإذن الله. فاروق أنا عايز أسألك كمان عن ردود الأفعال عن فكرة الاستعانة برباعي النادي الأهلي شناوي، هاني، عبد المنعم وكمان مروان عطية في طبعا معسكر المنتخب. خليني كده أعرف منك الأصداء، يمكن كمان تحديدا إن احنا كنا بعتنا خطاب أكيد طبعا يا فاروق أنت عارف لإعفاء اللعيبة الدوليين من هذا المنتخب، ولكن خلاص يعني تم الاختيار وإعلان القائمة للمنتخب. خليني أعرف منك أكتر عن ردود الأفعال داخل معسكر بعد تحديد الرباعي المنضم من النادي الأهلي. يعني خليني مريم في هذه النقطة، وطبعا كريم هيشاركني في هذا الأمر والأستاذ محسن لملوم بهذا الأمر، طبعا إن فترة الإعداد دي هي الفترة اللي بتخلي اللاعب يقف على رجليه على مدار الموسم، وفترة مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي، خاصة إن النادي الأهلي هيني فترة الإعداد، عنده بطولة، عنده مباراة السوبر الإفريقي أمام الاتحاد العاصمة، وسيناريو الموسم الماضي بيتكرر أمام النادي الأهلي. النادي الأهلي كان ابتدى الموسم الماضي مشواره بمباراة الاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا، ثم المباراة الثانية كانت مباراة السوبر أمام الزمالك السوبر المصري، وبالتالي أهمية فترة الإعداد في غاية الأهمية بالنسبة للجهاز الفني وبالنسبة للاعبين. وبالتالي طبعا حالة من يعني من الانزعاج بالنسبة لمستر مارسيل كولر بالنسبه للكابتن خالد بيبو، كان يتمنى طبعا ان اللعيبه تكون موجوده مع النادي الاهلي، خاصه يا مريم انت بتتكلم على اربع عناصر من القوام الرئيسي لتشكيل النادي الاهلي. مستر مارسيل مستر كولر ما بيحبش يقول اساسي واحتياطي، ولكن اربع لعيبه من العناصر الاساسيه للنادي الاهلي ومن 11 لاعب اللي بيبدا طبعا بيهم التشكيل، سواء كابتن محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، محمد هاني، مروان عطيه. وبالتالي هذا الامر بيتم فيه طبعا محادثات وفي امور بتدور ما بين الجهاز الفني. مستر مارسيل كولر بيعقد جلسات مع الكابتن خالد بيبو لحسم هذا الامر، وطبعا اداره النادي الاهلي طبعا بتبذل كل الامور وكل المجهود من اجل الحفاظ ان اللعيبه تكون موجوده. فتره اعداد مهمه جدا، انت بتقف من خلالها على المستوى اللاعبين من الناحيه، لان في امور كتير جدا يا مريم برضو يعني احنا لازم نوضحها. الامر مش متعلق فقط بتدريبات، الامر متعلق بنواحي كتير جدا كان النادي الاهلي اشتغل عليها لكافه اللاعبين، سواء بدءا من القياسات البدنيه اللي تم اجراءها في ملعب مختار التتش، ثم ايضا الجوانب البدنيه او الجوانب الطبيه او الامور الجانب التغذيه، لان نقطه التغذيه يا مريم الفريق كان راجع من يعني من فتره اجازه 21 يوم، وبالتالي اللعيبه فقدت بعض العناصر، بعض المعادن، بعض الامور الخاصه في التكوين الجسماني، وبالتالي في برامج موضوعه غذائيه للعيب النادي الاهلي. يعني اعتقد اللي هيستفيد بها يعني بهذا الامر ليس النادي الاهلي فقط، ولكن ايضا المنتخب المصري، يعني لعيبه النادي الاهلي، واحنا عارفين يا مريم واعتقد يعني هذا الامر حاله الفوقان اللي بتكون عليها لعيبه النادي الاهلي والمستوى الجيد بينعكس مردودها بشكل كبير جدا على المنتخب المصري، وبالتالي البرامج
المحطوطه للعيبه، برنامج التغذيه لكل لاعب، لان لعيبه كتير جدا فقدت الكثير من المعادن او العناصر في التكوين الجسماني. وبالتالي الدكتور ايهاب علي استشاري التغذيه واضع لكل لاعب برنامج مخصص للتغذيه بيتناول من خلاله بعض العناصر اللي طبعا بتبقى غير متوفره في الشرق الاوسط او في القاهره. حتى يا مريم الميه، نوعيه الميه اللي بيشربها لعيب النادي الاهلي، يعني مريم كريم انا بتكلم في تفاصيل مهمه جدا طبعا. اعتقد يعني هي ممكن تهم كتير جدا من الرياضيين. نوعيه الميه اللي بيشربها لعيب النادي الاهلي اكيد بتبقى مختلفه شويه، فيها جانب من المغنيسيوم من الكالسيوم، منها امور كتير جدا لتهيئه واعاده، بتعمل ريفريش للاعبين. فاعتقد دي امور مهمه جدا، يعني ضروره ان وجود لعيب النادي الاهلي في المعسكر هينعكس مردودهم مش على النادي الاهلي فقط ولكن على المنتخب المصري باذن الله. ان شاء الله. طبعا كالعاده تغطيه اكثر من ممتازه، ده العادي بتاعك يا فاروق. وبرضو عايزين يعني قبل ما نختم معاك بقى يعني هذه التغطية، عايزين نعرف بس كده بس سريعا عشان ما نطولش اكتر من كده على ضيفنا اللي منورنا النهاردة، المنتجع نفسه اللي قاعدة فيه البعثة الفريق عامل ازاي وتفاصيله ايه؟ خليني اقول لك يا كريم ان المنتجع هو قطعه من اجمل القطع في اوروبا. يعني المكان ده بيبعد عن فيينا بساعه ونصف، بيحتوي على خمس ملاعب، اربع ملاعب للنجيل الطبيعي وملعب للنجيل الصناعي، بيحتوي على اكثر من 30 حمام سباحه و20 مغطس، بيحتوي على غرف للساونا بالثلج، ودي مش موجوده غير في مكانين في اوروبا، هذا المكان هو احد هذه الاماكن. بيحتوي على غرف الاستشفاء الخاصه باللاعبين، ايضا بيحتوي على ملاعب ترفيهيه سواء للتنس او للطايره. بتتكلم على امور خاصه بالنواحي البدنيه بيحتاجها مخططي الاحمال، الاجهزه الطبيه اللي موجوده هنا سواء في الجيم او في يعني في الوحدات اللي بيحتاجها الجهاز الطبي للنادي الاهلي غير متوفره في اي مكان. مكان تم اختياره بعنايه، زي ما قلت لك ان المكان ده المخصص دايما لمنتخب النمسا، ونظرا ان مستر مارسيل كولر كان تولى القياده الفنيه لمنتخب النمسا، ده اللي سهل الامور بالنسبه انهم يوافقوا، لان كتير جدا مش يعني عايز اقول لك يا كريم مش اي فريق يقدر يجي المكان ده او ياخد موافقه ان هو يقيم في هذا المنتجع، ولكن امر طبعا بيحسب للنادي الاهلي. نتمنى مردود ان شاء الله يا كريم يكون على فريق النادي الاهلي هذا الموسم. عايز اختم معاك بنقطه مهمه جدا يا كريم، درجات الحراره. يعني هنا درجه الحراره ممكن دلوقتي انت بتتكلم في درجه حراره 20 او 21 درجه مئويه، يعني مع التدريب المسائل النادي الاهلي بتكون درجه الحراره وصلت ل 13 14، اعتقد يعني الشمس ممكن بتظهر لبعض الفترات، ولكن اللعيبه بتتاقلم مع هذا الجو، لان الجو انت هتتعود ان انت تلعب فيه مع كثير من الفرق خاصه في المعترك القادم هذا الموسم باذن الله. باذن الله ان شاء الله. وبشكرك مره ثانيه على هذه التغطيه المتميزه، واحنا يعني كلنا متفائلين الحقيقه بهذا المعسكر. شكرا، كل الشكر الجزيل لزميلنا العزيز فاروق صلاح من النمسا. ومعلش متاخرين شويه في الترحيب بضيفنا اللي منورنا في الفقره دي، استاذ محسن لملوم الناقد الرياضي اللي دايما بنسعد بوجوده معانا في البرنامج، واللي بالمناسبه اكيد هنفتح معاه ملفات كتير، وتعالى نستهلها باللي احنا كنا بنتكلم فيه ورؤيتك طبعا طبقا للتغطيه اللي سمعتها معانا من زميلنا العزيز فاروق صلاح. اهلا بحضراتكم اولا. طبعا شيء رائع ان الاهلي اصلا يعمل معسكر خارجي، يعني كلمه معسكر خارجي النادي الاهلي ما سمعناهاش من سنين، يمكن خمس ست سنين، ده عشان بس الناس ايه بدات تنسى، حتى لا ننسى يعني الاهلي اصلا عمل معسكر خارجي، ده انجاز واعجاز. يمكن بدات السنه اللي فاتت لما الاهلي خد فتره راحه ما بين الموسمين، لما طبعا مجلس الاداره خد قرار انه يريح اللعيبه في اخر سبع اسابيع تقريبا في الدوري، فخدوا راحه. لكن السنه دي عملوا كمان معسكر خارجي، ده شيء رائع جدا، ده بيبقى حافز، يعني بيعمل عمليه ريفريش زي ما قال احسن اختياره كمان، مش معسكر سريع بالظبط كده، ده صحيح كمان. يعني حسن اختيار رائع للمكان المنتجع الجميل اللي هم فيه دلوقتي، ده بيعمل ريفريش للعيبه بعد طبعا موسم شاق جدا ومضغوط جدا، وحققوا فيه الخماسيه التاريخيه اللي كلنا عارفينها. فاعتقد ان هو قبل موسم جديد شاق، قبل موسم برضه شاق برضه، بس ده قدر النادي الاهلي كل الموسم شاق، يعني عشان كده ان هو يفصل بالمنتجع ده ويبقى فيه اصلا معسكر خارجي، دي حاجه ما سمعناش عنها من زمان، فشيء رائع النادي الاهلي يعني استغل فرصة جيدا، وما اكتفاش ان هو مثلا يعمل معسكر في القاهرة او تدريبات في التتش او في ملاعب القاهرة، يعني لا كمان سافر بره وفي اوروبا كمان، عشان دي بترجعك لزمان لما كان الاهلي كان بيعملها ايام مانويل جوزيه في بداية الالفية الجديدة، لما كان على طول بيطلع بين المواسم ايام ما كان في برهة يعني او في اجازات سلبية او في اجازات صيفية. دلوقتي طبعا ما عادش الكلام ده موجود بسبب ضغط المباريات، لكن حسن فعل النادي الاهلي ان هو عمل معسكر ده اكيد هيبقى مردوده رائع في الفترة اللي جاية.
طيب خليني اتكلم معاك يا استاذ محسن عن نفس الجزئيه اللي كنت بتكلم فيها مع فاروق، وهو يمكن اكد لنا ان في انزعاج في صفوف طبعا الجهاز الاداري والفني بسبب ضم 4 لعيبه من النادي الاهلي للمنتخب. يعني احنا خلاص ضمننا التاهل، عندنا اثيوبيا مباراه تحصيل حاصل، وديه تونس ايضا يعني هي وديه مش هتعمل حاجه، خلاص ضمننا التاهل. ايه فكره ان احنا نستعين ب4 من الدوليين على الرغم من خطاب النادي الاهلي ل طبعا يعني اتحاد الكوره وكمان المنتخب المصري، فكره التصميم او فكره اختيار المدير الفني ل4 من لاعبي النادي الاهلي؟ طب خلينا نتفق بكل امانه بس عشان يعني جمهور النادي الاهلي جمهور ذكي، مش هيقدر يعني مش هينفع نضحك عليه بالكلام ده. حق المنتخب بشكل رسمي ما فيهوش اي حاجه ان هو يضم 4 يضم 5 يضم 10، دي امور مفروغ منها. نرجع في طبعا بعيد عن حته ان النادي الاهلي منتخب مصر تاهل رسمي او ما تاهلش، دي حاجه يمكن هو الجهاز الفني ممكن يكون بيحافظ على القوام الرئيسي للفريق، بيجرب لعيبه معينه، بيجرب خطه حتى ان كانت في ماتش شبه ودي في سياب رسمي اللي هي ماتش اثيوبيا، مباراه وديه اللي هي ماتش تونس، عشان بعد كده عنده الاهم والمهم والكلام ده كله. اكيد غير معني باختصاص الانديه، بتكلم على المدير الفني المنتخب، ولكن الامور دي بتتحل بشكل ودي. يمكن كان النادي الاهلي قبل كده عانى منها تحديدا وما اتكلمش بالمناسبه، اللي هو لما منتخب مصر كان بيلعب في واحنا كاس العالم للانديه 2022 بالظبط، كان ده بيلعب النهائي يوم الاحد، والاهلي اصلا لعب قبلها بيوم في الامارات كاس العالم للانديه وما اتكلمش، لان طبعا خلاص هو في مهمه مش عايز اقول بقى وطنيه والكلام المكالكع ده، لا هي مهمه خلاص هم مع المنتخب، فخلاص هو وصل للنهائي. لو كان لا قدر الله ما كانش وصل كان ينضم للاهلي، لكن الامور دي حصلت. فالنهارده هتيجي انا في وجهه نظري انها هتتحل بشكل ودي، وما ينفعش تتحل الا بشكل ودي. الاهلي خاطب اتحاد الكره يعني بخطاب، طبعا متعودين النادي الاهلي بيبقى خطاباته كلها جيده وبشكل رائع وما فيهوش بامانه وما فيهوش غلطه، فدي هتتحل بشكل رسمي. اعتقد الامور في الفتره اللي جايه هيبقى ممكن يشاركوا الى حد ما في مباراه اثيوبيا ولا يشاركوا في مباراه تونس الوديه. الموسم الجاي كنا لسه بنقول من شويه ان دلوقتي النادي الاهلي في النمسا، يعني بعد موسم قوي جدا وقبل بدايه موسم قوي جدا هو كمان، هل في رايك سواء محليا او قاريا الاهلي ايه العوائق اللي قدامه في الموسم الجديد؟ ايه اللي ممكن ياخر او يعني يعطله عن ان هو يحقق نفس الانجاز الاستثنائي اللي حققه في الموسم اللي فات؟ هقول لحضرتك الامور تختلف تماما السنه اللي فاتت من السنه دي. ازاي؟ السنه اللي فاتت دخل الموسم وهو ما خدش البطوله السنه اللي قبليها، كان خسر الدوري، كان خسر الكاس اللي كان قبليه، يعني أيوة موضوع الكاسات اللي دخلت في بعضها مفتوحين على بعض بالظبط كده، وكان خسر نهائي افريقيا، ف نقدر نقول خرج من الموسم صفري يعني السنه اللي قبل اللي فاتت. وعشان كده الاهلي كمان ريح بقى بقيه اللعيبه بقيه الموسم، وداخل بقى عنده حافز كبير جدا لاستعاده هذا العرش للنادي الاهلي، مش نادي صغير ده. عشان كده كان التصميم رائع جدا، وخد كل البطولات اللي شارك فيها. يمكن البطوله الوحيده اللي ما خدهاش الاهلي كانت بطوله كاس عام الانديه، وعذر مقبول طبعا لانه واجه ريال مدريد. فالسنه دي بقى العكس، مش عايز اقول بقى لعيبه الاهلي، لان لعيبه الاهلي ما بقى عندهاش حته التشبع دي، مش خدنا كل حاجه فنريح، لا دي مش طبيعه النادي الاهلي، بيبقى فيه دايما تجديد للحافز. السنه دي العمليه عشان كده المعسكر ده مهم جدا، ان هو بياخد اللعيبه من خلاص انتوا تشبعتوا بقى وابطال الموسم، دوري وكاس وسوبر وسوبر ودور ابطال افريقيا، رايحين كاس عالم الانديه للمره الرابعه على التوالي، والسنه الجايه الخامسه على التوالي تاكدت، وعندكم سوبر كمان شويه وبعدها، يعني قصص كتيره. عشان كده ده مهم جدا السنه دي تجديد الحافز، تجديد الحافز عند النادي الاهلي، ان هو يا جماعه انتوا ابداوا برضو بموسم ان انتم، وده اكيد موجود لان ده مش النادي الاهلي مثلا مش طفر ان هو راح خد الحاجات دي وبعد كده يريح بقى، لا 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 ده النادي الاهلي نادي كبير اساسه انه ياخد بطولات، والعكس هو العكس هو اللي ما بيحصلش ان هو ما بياخدش. فالسنه دي يمكن ده كويس عشان ما يحصلش حاله تشبع لدى اللعيبه. يمكن اخطر حاجه ان يحصل عند النادي الاهلي كانت حصلت، افتكر نفس السيناريو ده ايام مانويل جوزيه، لما الاهلي 4 سنين ورا بعض نهائي افريقيا خد منهم 3، خد الاولى والثانيه وخسر الثالثه وخد الرابعه، بعد كده بعدها على طول حصل حاله من الطرخ شديده جدا بين اللعيبه، وكان جيل عظيم ابو تريكا بقى وبركات والجمعه وفلافيو وجلبرتو والمجموعه العظيمه دي، ومع ذلك حصل لهم حاله من الاسترخاء فخرجوا حتى من دور ابطال افريقيا، يمكن من سانتوس الانجولي وقتها في بطوله 2009. السنه دي لا ده مش هيحصل ان شاء الله، لان كولر مدرب ذكي جدا، يعني عايز طبعا عايز ينجح فعايز يحقق تاني لنفس الانجازات. طب هي اصعب لان طبعا الناس خلاص عملت لك حساب، يعني طبعا اكيد بيعملوا حساب النادي الاهلي، بس كمان ان انت الناس كلها برضه عايزه تكسب اي حاجه، يعني انت خدت كل حاجه وده حق مشروع بالظبط افريقيا ومحليا. وعشان كده مباراه السوبر الجايه خطر جدا على النادي الاهلي، انت بتواجه فريق انت العملاق وتواجه فريق ما عندوش حاجه يخسرها، هو لو خسر قدامك ما لا يلام، لكن
لكن انت الضغط عليك، انت الضغط على الاهلي، عشان كده كان يبقى مهم بالمناسبه زي ما قالت الاستاذه مريم ان هو يبقى المجموعه موجوده، وان شاء الله هتبقى موجوده زي ما تحرك بشكل ودي، لان دي امور طبعا مش هينفع فيها الرسميات قوي يعني. طيب استاذ محسن، احنا لو هنتكلم عن جزئيه مهمه جدا وهي التسهيلات المفروض يقدمها اي اتحاد لنادي زي النادي الاهلي بيخوض عدد كبير جدا من المباريات من البطولات عندنا خلاص، يعني يمكن كمان الموسم الجديد عندنا عدد مباريات اكتر من الموسم الماضي، ويمكن اكتر فريق في الوطن العربي بيشارك في عدد مباريات وبطولات، وخلاص بعد كمان ارتباط اسم النادي الاهلي رسميا في البطوله الافريقيه الجديده. ايه اللي اي اتحاد المفروض يقدمه من تسهيلات؟ الاتحاد المصري لكره القدم يقدم ايه التسهيلات؟ لسه كنا بنتكلم امبارح انا وكريم، يمكن لسه لم يتم تحديد حتى مواعيد المباريات ولا البطولات حتى هذه اللحظه، وكنا بنتكلم على النقيض بقى كل يعني حتى البريمير ليج بيحط اجنده قبل حتى ما يبدا الموسم الجديد بقى. طبعا مفيش مقارنه، اكيد مفيش مقارنه، بس نتكلم حتى على الاقل نعرف رينج للمواعيد للمباريات علشان الجهاز الفني والاداري الجهاز الفني تحديدا يقدر يحط يعني خريطه للي جاي للموسم الجديد. والله شوف، هو النادي الاهلي في الحته دي بيحرجهم دايما دايما، يبعت لهم خطابات اللي هو طب فين، طب عرفني، هو بيحرجهم. بس هم يمكن معذورين شويه، اتحاد الكره معذور سنه في الحته دي، بيلتمسوا العذر لسبب بسيط. احنا في قاره افريقيا، قاره افريقيا النهارده حتى هذه اللحظه الكاف ما ادالكش مواعيد، يعني لسه اول امبارح ادالك مش عارف البطوله هتبدا يوم مش عارف 20 في تبمين هيقابل مين، تبمين هو ما بيديش برضه، يعني الكاف ما اداش، يعني لسه لحد اول امبارح، يعني لو اللقاء ده عملناه من يومين ما عندكش اي اجنده خالص، يعني لا حدد لك مواعيد ولا قال لك البطوله هتبدا امتى. سواء ده كمان حاصل ليه؟ ليه ده شكل العلاقه بقى فتره طويله بين الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري؟ لا هو الاتحاد الافريقي كده، هي قاره افريقيا يعني قاره مبتلاه بكده، يعني احنا مش اوروبا، يعني حتى التنقلات حتى تلاقيها في اوروبا ساعه ونص تروح من مدريد لروما اللي مش عارف ايه وبالقطر والدنيا سهله، لكن هنا 12 ساعه سفر لحد مش عارف فين جنوب القاره، واذا ما رحتش طياره خاصه يعني قصه كده لها علاقه بالقاره نفسها، يعني القاره نفسها مأساة، يعني احنا ايه، عشان كده تلاقي لما الاهلي مثلا بيلاعب او الزمالك يلعبوا مثلا شمال افريقيا الدنيا سهله الحمد لله، رايح تونس، رايح المغرب، رايح الجزائر، يعني ليبيا، يعني على قريب منك حتى بتعرف تاخد، لكن تنزل بقى تحت لازم طياره خاصه ومش عارف 10 ساعات سفر وتلف مش عارف الحاجات اللي احنا عارفينها. بس احنا بنتكلم على صعيد حتى المكاتبات والمخاطبات، ده ايميلات رايحه وجايه، دوس الزرار، انا عشان كده بقول لحضرتك مش محتاجين يسافروا ل 12 ساعه. انا بقول لحضرتك انا بلتمس العذر لاتحاد الكره السبب، لان الكاف الاتحاد الافريقي مش مديله مواعيد، يعني يا دوب لسه اول امبارح لسه حدد بس اللي هو موضوع القرعه تبقى يوم السبت الجاي، ومش عارف واول ماتش هتبقى يوم 20 في تنزانيا دار السلام، وان شاء الله النهائي احتمال يكون من مش عارف ايه لحد اللي هو ايه، برضه اللي هو ايه، النادي الاهلي عشان نادي منظم ومخطط بيبعت لهم انا عايز عايز اديني الاجنده عشان اعرف امشي عليها، عشان اعرف من كذا لكذا، النادي الاهلي صح، لكن مش اتحاد الكره هو اللي خطا بقدر ما الكاف نفسه خطا، يعني هو الكاف مش بيديلك مواعيد، يعني الكاف على طول عنده تخبطات ومفيش اجابه، يعني تبعت له تقول له ما بيردش عليك، ما خلاص ما بيردش، هو بيطنشك، اسهل حاجه عنده بيطنشك خلاص وبيعمل له عادي. علاقه بين الاتحادات الرياضيه يعني، وده اسمه كلام. للاسف فقاره افريقيا موجود، وده من زمان على فكره، اي ان كانت الاداره اللي موجوده، يعني تلاقي مثلا اتذكر حاجه غريبه جدا سنه مثلا 2018 كان الاهلي لما صعد في النهائي واللي خسروا قدام الترجي التونسي، المباراه قبل النهائي اللي قبل النهائي كان الترجي كان بيلعب اول اغسطس الانجولي، وحصل فيه شويه مشاكل ومشاغب وبتاع، القرار ده طلع بعد النهائي بشهرين، في حين ان الاهلي كان بيلعب مباراه الذهاب هنا وكان حصل موضوع ازارو، خدوا القرار بعد بثلاث ايام على حسب الاهواء، يعني خلاص اخد القرار، فراح واخد قرار اللي هو منع ازارو ان يلعب مباراه العوده بعد ثلاث ايام، في حين المباراه اللي قبليها خد القرار بعد شهرين من انتهاء البطوله. انت لسه فاكرين يا جماعه تدوا عقوبه؟ يعني انتوا لسه فاكرين؟ طب ما هو الفريق عدى من البطوله وخدها، كان ممكن الحاجات دي يتجازى بيها، فريق يتحرم من جمهوره مثلا، في عقاب لاعب يغيب، الله اعلم يعني ايا أيوة كان طبعا. هو يعني هي للاسف القاره، مشكله القاره نفسها، الاتحاد الافريقي عندنا يعني مش عايز اقول كلام كبير قوي هنتحاسب عليه، بس هو اتحاد يعني عشوائي جدا 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 جدا، اسوأ اتحاد قاري على مستوى العالم، لا موجود في امريكا الجنوبيه ولا في اوروبا ولا حتى في اسيا اللي جنبينا، لا هو ضايع تمام في القصه دي، اي حاجه اللي جنبينا عاملين شغل نار، اخطاء متكرره طول الوقت. بالظبط، ارجع لسؤال حضرتك اللي هو الاتحاد يسهل ايه او يعمل تسهيلات، الاهلي مش عايز تسهيلات، الاهلي عايز نظام، يعني انا عايز نظام، ما تقعدش تضغطني، تقعد تاجل لي مثلا ماتش بمزاجك برضو، خلاص احنا ناجل ماتش، بعدين تيجي تضغطني في 10 ايام ولا 11 يوم تلعب لي ثلاث ماتشات ضغط ضغط ضغط، واسافر من هنا لهنا واسوان زي القاهره، لا الكلام ده ما ينفعش. من حسن حظ النادي الاهلي في الجزئيه دي ان الكاف
يعني الحمد لله انه عمل كده انه منع اللعيبه المشاركه الفرق المشاركه في دوري السوبر الافريقي اللي هو البطوله الجديده ان هم يشاركوا محليا يعني يلعبوا طول الفتره. فخلاص ده قرار بقى كاف مش هتقدر انت تتكلم فيه. فانا هلعب بطوله السوبر طول ما النادي الاهلي ان شاء الله مشارك فيها باذن الله يصل للنهائي الفتره من 20 اكتوبر لحد يمكن 10 نوفمبر ال 20 يوم دول. هو طالما بيلعب فيها خلاص هو ما مش مطالب اضغط بقى اعمل اجل مش بتاع ده قرار الكاف. حسن فعل كده لكن ده ما عملوش مثلا في دور الابطال الاهلي اللي مشارك فيه. فبالتالي اتحاد الكره يمشي معاك بنظام ان هو لما تلعب مباراه في على الارض بتاعك يبقى بعدها بثلاث ماتشات ثلاث ايام تلعب ماتش محلي في الدوري. او لو هتلعب بره هي دي بقى المشكله بتلعب بره بيقول لك اربع ايام. طب ما هو بره ده سوالك ليبيا بجنوب افريقيا يعني انت لو هتلعب في ليبيا مثلا يعني بعد اربع ايام. طب هتلعب في جنوب افريقيا برده بعد اربع ايام. فهي دي المشكله. اتحاد الكوره اراه للامانه رغم طبعا اخطائه برده كتيره اراه ان هو في الحته دي معذور لان الكاف مش مديله اريحيه. يعني هو الاهلي بيخاطب اللي بيخاطبه اللي هو الاتحاد الاهلي بتاعه اللي هو اتحاد الكوره اديني المواعيد. طب ما هو الثاني ما ردش عليه بمواعيد اصلا فهو هيرد يقول ايه. فهي برده ماساه يعني بلتمس فيها بعض العذر اتحاد الكوره لان الكاف مش مريح الدنيا يعني. طيب شكل الفريق يا استاذ محسن بعد انضمام الصفقات الجديده رضا سليم امام عاشور عوده المعارين مره اخرى ندفد صلاح محسن شايف ازاي التوليفه دي شايف ازاي كولر هيعمل ده طبعا في ظل اكيد السؤال عن راس حربه ويعني عن مهاجم. شايف ازاي شكل الفريق وازاي ممكن كولر ان هو يستفيد من الصفقات دي وعوده المعارين مره اخرى في الموسم الجديد. كنت بقول لحضراتكم من شويه ان النادي الاهلي بيبقى عنده تجديد الحافز عوده المعارين واللعيبه الجدد هم اساس الحافز لان دول بقى اللي ايه جايين جداد في الاهلي حتى لو خدوا بطولات مع انديتهم زي مثلا رضا سليم كده او امام لما كان في الزمالك برضه يهمه ياخد بطوله بفنانه النادي الاهلي نادي كبير وبعدين مجبولين على مباراه ببطوله اللي هي السوبر الافريقي. فده دول تحديدا اللي بيجددوا الحافز. المعسكر مهم في الجزئيه دي واعتقد طبعا كولر مدرب اثق فيه تمام ان هو بيقدر يعمل الانسجام ده الانسجام ده في بدايه الحلقه الحقيقه يعمل الانسجام ده بحيث ان هم دول هيكون المعول الاساسي عليهم لان ايه مش طبعا هو مش ده طبيعي النادي الاهلي لو خسر بطوله ده بيبقى طبيعي عنده لكن بص تلاقي ايه رصيده يسمح اللاعب رصيده يسمح لانه واخد كتير لكن الجداد لسه ما عملش حاجه فما فيش رصيد اصلا. فعشان كده الحافز موجود اكتر عند اللعيبه الجداد. وحسن انفعل طبعا النادي الاهلي طبعا لا خلاف على قيمه امام عاشور الفنيه مهم جدا لاعب زي رضا سليم مهاجم وهداف الدوري المغربي افضل لاعب حتى كنت بتابع اخر ماتشات مع الجيش الملكي هو اللي حاسم لهم البطوله اصلا صحيح. يعني البطوله جابها رضا سليم للنادي الجيش الملكي بعد البلس 90 الدقيقه 92 كانت رايحه للوداد كان بيلعب مش متذكر الفتح الرياضي تقريبا وبعدين هو كان بيلعب اتحاد طنجه كسب في الدقيقه 92 عمل شكل دراماتيكي غريب جدا حتى لو كان بضربه جزاء على فكره بس لاعب يشوط ضربه جزاء يجيب بها بطوله والجيش الملكي مش حامل اللقب ده خد بطوله تقريبا من 8 سنين او حاجه زي كده ويجيب بها بطوله في توقيت زي كده ده لاعب اعصابه من حديد يستحق يكون موجود في احنا ان شاء الله مستنيين منه كتير ومستنيين من امام عاشور كتير وكل المنضمين حديثا للسكواد الاهلاوي وبنشكرك على وجودك معنا النهارده شكرا جزيلا. معلش كان في جزء كده استقطع من لقائنا بس برضه كانت مهمه عشان نعرف ايه اللي بيحصل في النمو نورت الدنيا كلها نورتنا وشرفتنا يا استاذ نورتنا وشرفتنا بكده كل حضراتكم على حسن المتابعه وان شاء الله نلتقي على خير يوم الاحد الجاي باذن الله. صباح الفل عليكم.